بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله مستكملين في الشابتر الخاص بالان انفورمد سيرش. كنا حكينا المحاضرة الماضية في مفهوم السيرش بشكل عام، حكينا عن بروبلم عفوا فورمولايشن، وضع أي مشكلة في صيغة معينة عشان ندخلها على خوارزميات السيرشنج. تكلمنا برضو بشكل عام عن الأنواع تبعت السيرش. حكينا في عنا الان انفورمد اللي هي بيكون في عنا بلايند سيرش، ما بيكونش في عندي اي معلومات مسبقه عن تكلفه المسار اللي حنمشي فيه ولا وين ممكن يكون موجود الحل او السوليوشن. عندنا كمان الانفورمد سيرش اللي هي لا، انا بيكون في عندي فانكشن بتمكنني انه انا اقدر الكوست لكل مسار، وبالتالي اختار انا امشي في اي مسار حسب الكوست الموجود عندي. اليوم ان شاء الله حنبدا في اول خوارزميه من خوارزميات الان انفورمد سيرش اللي هو البلايند سيرش، يعني ما عندي معلومات مسبقه. حنلاحظ في هذه الانواع من السيرش انه احنا بنمشي يا عمودي يا افقي، بمعنى انا ما عنديش زي ما حكينا معلومات عن المسارات، ايش افضل مسار ممكن امشي فيه، فبالتالي حمشي هيك على التواكيل طبعا حسب انا ايش التطبيق تبعي. يعني اعطيكم مثال بضربه كل مره لما يعني بنحكي في هذا الموضوع. لو أنا بدي أبحث عن مثلا كتاب في مكتبة، عندي هيك خزانة كتب مثلا أو مكتبة عندي في البيت، بأدور على كتاب معين. والله أنا حسب أنا عارف نفسي، إذا أنا مرتبة الكتب ترتيب معين بحيث إنه مثلا الكتب العلمية مثلا عن الكيمياء في مكان في رف معين، الكتب الدينية في مكان، كتب مثلا البرمجة في مكان وهكذا في رف معين، يعني فأنا خلص بكون عارفة إنه أنا الكتاب اللي بدي إياه لو ببحث عن كتاب عن البرمجة بدي أروح أول حاجة على الرصة بتاعت كتب البرمجة، أبدأ أشوف الكتاب الأول هو ولا مش هو، لا مش هو، بنزل على الكتاب اللي تحتها في نفس الرصة، بمشي شوية شوية لحد ما أشوف الكتاب تبعي وين موجود، هل حلاقيه ولا لا في هذه الدستة أو الرصة تبعت الكتب. ليش؟ لأنه أنا أريد مرتبة الكتب بهذه الطريقة. لو أنا لا، المواضيع عندي عايمة شوية، فبصير إيش أعمل؟ لا مثلا الخزانة ببدأ فيها من فوق، مثلا أول ثلاث أرفف فوق بدور فيهم كلهم، ما لقيتش بنزل على الأرفف اللي تحتها وهكذا. إذا ماشي أنا أفقي بهالطريقة، يعني حسب أنا التطبيق تبعي، أنا عارف التطبيق بتاعي هذا ايش الخصائص تبعته. لو مثلا عامل تطبيق انا كمتجر واجاني زبون هذا مثلا اول سؤال بساله اياه ميل ولا في ميل، تمام؟ والله اذا في ميل اذا انا حوجه هذه الست مثلا او السيده الى مثلا الاقسام او الاجزاء اللي انا عاملها اصلا في التطبيق الخاصه بالسيدات. ليش اروح انا ادور لها او ابحث لها عن الشيء اللي هي بدها اياه في كل المخازن الموجودة عندي including المخازن الخاصة بالشباب وبالأطفال؟ فهمتوا الفكرة كيف؟ إذا أنا بناء على سؤال معين بسأله للزبون وروح أنا بدخله في بحث أعمق، أعمق يعني بوجهه على مسار معين وبصير أدخله بعمق في هذا المسار. إلا إذا كان التطبيق تبعي لا بيختلف طبيعته، لازم أنا أدور بشكل أفقي، يعني أدور بالأول في كل المكتبات الموجودة مثلا عندي بعدين بنزل على المكتبات الأعمق وهكذا. تمام يا جماعة؟ في أمثلة كتير طبعا جاية في بالي، لكن احنا شوي شوي حتلاقونا في أثناء الشرح تيجي عملنا الأمثلة وبنحكيها. الخوارزمية هذه كيف طريقة بحثها؟ طريقة بحثها اللي هي بتيجي معنا هيك بالعرض، يعني أفقيا ما بتبحثش بالعمق في الأول، لا هي بتبحث دايما على السطح، على أول حاجة بتخلص كل اللي على السطح، كل النودز الموجودة عندي في الأول، بعدين بتبدأ تنزل في العمق شوية شوية. هنشوف طبعا التعريف تبعها والأمثلة. أول حاجة All the nodes reachable from the current node are explored. يعني أنا الآن واقف وين؟ على starting node، على نود معينة، تمام؟ النود هذه الآن وين النكست نود اللي انا حمشي عليها او اللي انا حاعمل فيزيت لإلها بعد هيك؟ احنا حكينا هذا هو جواب السؤال تبع السيرش اللي هي
which node to be expanded؟ هذا السؤال دائما بينسأل، يعني وين اي على اي نود اللي حروح لها بعد هيك. انا بالنسبه للبريدز فيرست، شو جوابها؟ البريدز فيرست بتقول كل النودز اللي انت قادر توصل لها الان من الكرنت نود اللي انت واقف عليها روح لها، اللي هي مين؟ الشالو نودز. شالو نودز يعني النودز اللي على السطح اللي انا شايفها الان قدامي، اللي انا شايفها امامي، هي اللي انا حروح ازورها كلها بعدين اروح على الديب نودز. شو يعني ديب نودز؟ اللي هي النقاط الاعمق فيما بعد. معطيني الجوريثم هنا طبعا واضح انها بالبسيدو كود كستبس او كنقاط. رقم واحد بيحكي لنا ان كيو ذا روت او الانيشيال نود. ايش يعني ان كيو؟ اكيد حيكون في عندي كيو. كيو يعني اللي هي الطابور، يعني حيكون طابور من النودز اللي انا بزورها بصير احطها في الكيو هذه بغرض انه انا بعد هيك اكون متابع النودز هذه مين التشيلدرن تبعونها. هنشوف الان في المثال. اذا اول نقطه بتخيل انه في عندي كيو فاضيه، ايش بحط فيها؟ ان كيو. انتوا قبل هيك عارفين انه في الداتا ستراكشرز في عندي تو الجوريثمز او تو فانكشنز بخصوص الكيو، واحده اسمها ان كيو واحده اسمها دي كيو. الان كيو ايش بتعمل؟ بتحط النود جوا الكيو، بينما الدي كيو بتشيل النود من الكيو. كمان مرة، أول نقطة بتخيل إنه في عندي كيو أو طابور فاضية، ببدأ أعمل إن كيو. إن كيو للروت أو الإنيشيال نود. إذا أنا الآن عند الروت، الروت هي الجذر، الجذر هي يا جماعة أول نقطة موجودة في كل تري اللي هو الستارتنج نود اللي أنا حبدأ من عندها، بحطها في الكيو. بعد هيك ببدأ في نقطة رقم 2 أعمل دي كيو. دي كيو يعني إيش؟ في عندي نود انحطت جوا الكيو. احنا ايش المبدأ تبعنا؟ first in first out. اذا النقطة اللي بالاول انحطت او النود اللي انحطت في الكيو هي اول نقطة انا حطلعها وابدأ اعملها فحص، هل انت الجول ولا لا؟ اذا معنى الكلام ان انا لما بحطها في الكيو هيك انا فعليا لسه ما زرتها، لسه انا ما فحصتها اعرف اذا هي الجول ولا مش الجول. هذه نقطة ركزوا فيها كتير كويس عشان في البرمجة ما نتلخبطش. إذا أنا بكون واقف عند نود معينة، هذه النود بشوف إيش التشيلدرن بتوعها، هدول التشيلدرن باخدهم بحطهم وين؟ في الكيو. نقطة إني أحطهم في الكيو هيك أنا ما بكون فعليا زرتهم، ما بكون فعليا فحصتهم هل أنتوا الجول ولا لا. متى بفحصهم؟ لما أجي أعمل دي كيو. دي كيو يعني باجي بعمل سيلكشن، اختيار لوحده من هذه النودز وبعملها اكزامينينج. اكزامين يعني فحص هل انت الجول ولا لا. اوكي، اذا بعمل دي كيو لنود معينه من الكيو وباجي بعملها فحص. اذا كانت هذه الاليمنت هي الجول، هذه الجمله معناها اذا هي الجول يعني اذا لقيت الاليمنت او العنصر اللي بدور عليه جوا هذه النود خلص quit the search. quit يعني خلص اخرج من السيرش، انهي عملية البحث واعمل return بالريزلت تبعتك بالنتيجة. يعني انا لقيت العنصر اللي انا بدور عليه في النود الفلانية. otherwise وإلا اذا كنت الاليمنت هذه مش هي العنصر اللي انا بدور عليه اعمل in queue. لاحظوا اعمل كمان in queue يعني حط في الضيف على الكيو any successors. ايش يعني successors؟ successors هي للتشيلدرن، يعني النود هذه اللي انت رحت زرتها اذا هي الجول وقفنا بحث. طب اذا مش هي الجول؟ اذا مش هي الجول بتروح تاخذ للتشيلدرن تبعونها اللي هي الاولاد تبعونها، يعني successors التابعين لإلها النودز اللي تحتها مباشره، تاخذهم بتحطهم وين؟ في الكيو. تمام. ايش يعني successors؟ the direct child nodes the children يعني مباشرين that have not been discovered. يعني لسه الشرط في هدول children ان تكون لسه انت ما زرتهم قبل هيك. يعني اذا كان في واحد من child هدول زرته قبل هيك من طريق اخر، هنشوف في امثله ان شاء الله قدام برضه. يعني في child انت زرته من طريق اخر ولقيته هو child برضه للنود اللي انت فيها الان، ما تضيفوش مرة تانية على الكيو. ليش؟ لأنك قبل هيك زرته خلص،
فيش منطق بيقول انه تضيفه مره ثانيه وهو اصلا مش الجول تبعك. اوكي، فاذا ايش بضيف؟ بضيف كل تشايلد نودز اللي قبل هيك انا ما زرتهم اصلا. طبعا كيف اعرف اني ما زرتهم اصلا؟ بالبرمجه كل شيء بيصير، كل ما تزور نود خلي فيه بوينتر عندها او مؤشر عندها او اندكس، تمام، يتغير من زيرو ل 1. والله اذا المؤشر هذا 1 يعني تمت زيارتها، خلص بكنسلها. اذا لسه زيرو، اذا انا لسه ما زرتهاش، بضيفها على الكيو بشكل طبيعي جدا. طيب هذا الكلام طبعا بنضل نعمله طول ما احنا يعني شايفين، بنعمل دي كيو، بنفحص اذا انت الجول خلصنا، اذا مش انت الجول بنعبي في الكيو، تمام. طيب اذا الكيو صارت امبتي، تمام، يعني خلصنا الجراف كلها، التري كلها، والكيو صارت امبتي، وانا عملت دي كيو لكل النقاط وعملتهم فحص ولا واحدة فيهم كانت هي الريزلت او هي الجول، ايش حعمل في هاي الحالة؟ في هاي الحالة بكل بساطة برجع من البحث وبقول له not found، انا دورت لك في كل تري ما لقيت الجول اللي انت بتدور عليه. اوكي، هذا الكلام طبعا اذا كانت الكيو امبتي. طيب هنا بحكي لنا انه طبعا ملاحظين انه انا اكيد حيكون في فور لوب، لانه لازم يكون في عمليه ان كيو ودي كيو، ان كيو ودي كيو، عشان في النهايه نخلص كل البحث تبعنا، سواء انه نوصل انه فيش ريزلت ولا انه نوصل لجول معين. فاذا لازم نضل نعمل ريبيت لستيب 2، تمام، لازم نضل نعمل ريبيت من ستيب 2 وتحت، كل هذه النقاط لازم نضل نعيدها ما عدا النقطة الأولى. النقطة الأولى هي عبارة عن الروت، اللي هي أول نقطة اللي هي الجذر بنسميها أو الستارتنج بوينت. إحنا هيك شرحنا بالبسيدو كود، أكيد الوضع إيش عايم شوية على بعض. تعالوا نشوف مثال. المثال هذا طبعا موضح لنا إياه ستيب باي ستيب كيف طريقة البحث بطريقة البريدث فيرست. طبعا جماعة كلمة بريدث، بريدث يعني بالعرض، أوكي، يعني احنا بنبحث بالعرض اولا. اول حاجه هنا معطيني شويه الوان عشان يعني كل نود بلونها بلون معين لها دلاله معينه. النود اللي هي ستارتنج نود اللون الغامق هذا، تمام، يعني حنلاقيه كمان شوي صار معنا الانيشيال، تمام. الفيزيتد وين ما احنا النود تبعتنا يصير لها عمليه فيزيت زياره بصير لونها اللون اللي هو الجراي هذا الرمادي. فرنج يعني طول ما احنا في عندي نقاط او نودز باللون هذا، يعني هذه النقاط الان هي عباره عن فرنج. فرنج يعني هي عباره عن تشايلد مباشر النقطه اللي انا فيها ولكن لم يتم زيارتها بعد، وحكينا احنا قبل هيك تعريف الفرنج، تمام، النقاط الطرفيه اللي انا شايفها الان لسه ما وسعتهاش، ما شفتش ايش النودز الابناء تبعونها، لسه ما زرتهاش يعني. اوكي، الكرنت باللون الاورنج هذا انه انا موجود في النقطه الفلانيه. الكرنت فيزيبل اللي هي اللون البيربل البنفسجي، يعني انا الان واقف على الكرنت نود. طب شو النودز اللي انا شايفهم قادر اني اشوفهم الان اللي هي باللون الموف هذا او البنفسجي؟ الجول اللي هو باللون الاخضر هذا. نرجع من الاول، الان احنا وين واقفين؟ واقفين عند الستارتنج نود اللي هي النود هذه الانيشال نود. الآن هي visited لأنه صار لونها رمادي، لأنها الآن طبعاً هي current مع visited. أنا الآن في النود هذه اللي هي current node، شايفينها صار لونها orange. الآن إيش ال visible nodes من هاي النود؟ اللي هو النود رقم 2 ورقم 3، أنا الآن شايفهم لكن لسه ما رحتش عليهم ولا شفت إيش في عندهم children، لسه ما ضفتهم. يعني الآن أنا أصلاً ما رحت زرتهم، ولكن ملاحظين إيش في عندي تحت الكيو يا جماعة اللي حكينا عنها، تمام؟ الكيو اللي هي الطابور، النقاط اللي احنا عمالين بنضيفهم على الطابور تبعنا عشان بعدك نصير انه نعمل دي كيو نطلع منه النقاط ونصير نزور. في البداية الفرنج، تمام؟ ايش فيهم؟ فاضيين. في هاي النقطة، في هاي المرحلة وانا موجود في الستارتنج نود، ايش شايف؟ ايش تشدرن المباشرات تبعوتي؟ 2 و3، ايش بروح اعمل؟ زائد 2 و3، اذا ضفت انا في هاي المرحلة عمال بضيف اللي هو النودز 2 اند 3
بضيفهم على الكيو تبعتي. ليش بضيفهم؟ انه هدول هم التشيلدرن الفيزيبل تبعوني اللي انا شايفهم الان. اوكي، ليش ضفت هدول؟ لاني انا بضيف اللي بالعرض، ما بضيف بس اللي بالعمق، بضيف كل النقاط اللي انا شايفهم الان قدامي. ماشي، اذا هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه وين انتقل؟ راح عمل فيزيت، زياره على النقطة 2. ليش النقطة 2 بالذات؟ شوفوا معي، نرجع النقطة اللي قبل. الآن الكيو إيش فيها؟ فيها 2 و3، تمام؟ مين الفيرست إن؟ الفيرست إن هي الاثنين. إذا مين حتكون لما يعمل دي كيو؟ مين حتكون الفيرست أوت؟ هي الاثنين. كمان مرة، إحنا مبدأ الكيو عندنا فيرست إن فيرست أوت. فإذا أول نقطة ضافها هي الاثنين. هو صح ضاف 2 و3 مع بعض، لكن بضيفهمش مع بعض في نفس الفانكشن. هو بيقول ان كيو 2 بعدين ان كيو 3 اللي هم الشيلدرن تبعهم، لكن حطيناهم هيك بشكل فواصل عشان ما نطول في الخطوات. اذا 2 هي الفيرست ان، فحتكون 2 هي الفيرست اوت. هيجي يسال حاله الان، حيروح على الكيو، مين النقطه اللي عليها الدور في الزياره الان؟ الان هو في الستارتنج بوينت. هل انت الجول؟ لا، مش انا الجول. اذا حيضطر يعمل دي كيو للنقطة اللي حطها بالأول اللي هي 2، أوكي؟ إذا مين حتكون الكرنت الآن؟ حينتقل للنقطة رقم 2 بناءً على الموجود في الكيو. عشان هيك صارت الكرنت هي مين؟ النقطة رقم 2. إذا هو الآن عامل فيزيتنج أو بيعمل زيارة للنقطة رقم 2. أول سؤال حيسأله، هل أنت الجول؟ لا، مش أنت الجول. الجول يا جماعة لونه أخضر، لما نوصله بصير خير. هل انت الجول؟ لا، مش انت الجول، مش انا الجول. فاذا ايش حيعمل؟ حيعمل ان كيو للتشيلدرن تبعونها على طول، تمام؟ مين التشيلدرن تبعونها؟ الاربعه والخمسه، ضافهم على الكيو اللي كان اصلا اوريدي فيها ايش؟ كان فيها 3 من الخطوه اللي قبليها، ضاف عليهم 4 و5 اللي هم التشيلدرن المباشرين تبعون النقطه رقم 2. طيب بناء على الكيو الان الدور على مين في الزياره؟ حيطلع مين؟ فيرست ان فيرست اوت. اذا هي مين؟ الثلاثه. اذا الان الدور في الزياره على النود رقم 3، حيروح على الثلاثه حيسال نفس السؤال، هل انت الجول؟ لا، مش انا الجول. حيعمل ان كيو بعد هيك لمين؟ للتشيلدرن تبعونا اللي هم 6 و7. حط 6 و7 مع اللي قبل، ملاحظين انه كل نقطه بنزورها بنشيلها من الكيو، تمام؟ نرجعت هيك لورا شوية. الآن 2 و3 ضفناهم، مجرد ما زرنا الاثنين بنشيلها من الكيو، خلص بنضيف الأولاد تبعونها بدالها. أوكي، الآن حنزور الثلاثة، حشيلها من الكيو وأضيف مين؟ الأولاد تبعونها في الكيو. ملاحظين؟ حطينا 6 و7. الآن الدور على مين في الزيارة؟ على النقطة رقم 4. شايفين؟ مش حيروح على 6 ولا على 7، حيروح على طول على 4 لأنه هي الأولى في الكيو. حيسأل نفس السؤال، هل أنت الجول؟ حتقول لأ، وطبعا حيضيف 8 و9 تبعونها وحيكون شالها أصلا من الكيو. مهم جدا الكيو هذه، يعني مكوناتها حتكون مطلوبة منا نوضحها في كل خطوة. بعدك حيروح على 5، حيضيف الأولاد تبعونها، حيروح على 6، حيروح على 7، حمشي أنا معاكم عشان الوقت. حيروح على 8 بنفس الطريقة، شايفين؟ هاي عمال بتزيد معنا الكيو لأنه كثير صار في عندنا تشيلدرن عمال بنزور ورا بعضهم، تمام؟ اشي بنحطه اشي بنشيله. الان في مرحلة من المراحل، تمام؟ في مرحلة من المراحل هي وين الجول؟ اللي هي 24. اوكي، وصل للنقطة رقم كم؟ 12. الان صارت هي الكرنت، اوكي؟ سألها هل انت الجول؟ حكت له لا. ايش حيعمل على طول؟ حيضيف مين؟ الاولاد تبعونها اللي هم مين؟ ال24 وال25. طب يا مس، ال24 هي الجول، خلاص يروح عليها وخلاص؟ لا، ما ينفعش يروح عليها. كيف حيروح عليها اصلا؟ هو لسه ما راحلهاش، ما راحش يزورها عشان يسالها هل انت الجول ولا لا. هو لسه يا دوب في الاب بتاعها، عمال بيقول للاب هل انت الجول ولا لا، حكى له مش انا الجول، فراح ضاف للتشيلدرن تبعون الاب هذا. ضافهم زيهم زي غيرهم، لسه ما راحلهم ولا فحصهم ولا عرف هم الجول ولا مش هم الجول. اذا حيضيفهم بشكل طبيعي، تمام؟ هذه النقطه اللي هو حكيها هنا، حيضيفهم بشكل طبيعي، بعدين يمشي
شايفين حسب الكيو، الكيو بتقول الدور بعد هيك على مين؟ على 13، هتروح على 13 تمام، مش هي الجول هتضيف الاولاد تبعونا، هتروح على 14، هتروح على 15، شايفين هيكمل الان هيروح على 16. الان احنا وصلنا لمرحله مثلا ما فيش ابناء، خلص التري خلصت تبعتنا، يعني هدول النقاط اللي في الاخر ضفناهم هم اخر اشي، ما فيش ابناء لتحت كمان، عادي بنكمل بنفس الطريقه بالعرض زي هيك، بنروح لل 16 حسب مكان في الكيو. هل انت الجول؟ لا مش انا الجول، طبعا ملهاش ابناء، فحيروح لمين؟ للكيو. مين النقطه اللي عليها الدور 17؟ هل انت الجول؟ حتقول لا. هل انت الجول؟ لا. طبعا كل وحده بزورها بيطلعها من الكيو، مالها دي كيو تمام، وهكذا لحد ما يصل لمين؟ لل 24. هل انت الجول؟ لما يصير جواها يعملها فيزيتنج، تصير هي الكرنت نود، حيسألها هل انت الجول؟ حتقول له اه انا الجول، ساعتها بيوقف عندي البحث، هنا بوقف عندي البحث، قبل هيك لا. تمام يا جماعة؟ فهذه هي ايش؟ طريقة عمل البريد فيرست سيرش بنسميها، اللي هو البحث بطريقة العرض اولا، يعني كل النقاط اللي انا شايفها قدامي اولا. طبعا شايفين انتم هنا انه والله بتستهلك وقت كبير واخذت معنا يعني سبيس، واخذت معنا نقاط كتير زرناها وشلناها وحطيناها، عادي جدا زيها زي اي خوارزمية بنحتاجها لتطبيقات معينة، في تطبيقات ما ينفعش فيها غير الطريقة هذه تمام. طب هل بالضرورة هاي تكون أسوأ طريقة؟ أكيد لا، قد يعني حسب التطبيق وحسب مكان الجول، ممكن لا ألاقي الجول مثلا هنا، ألاقيه هنا، ألاقيه هنا، مش شرط الجول يكون موجود في آخر تري زي المثال هذا، فمش شرط تكون هذه هي أسوأ ما يمكن، ممكن تكون هذه أفضل من غيرها في بعض التطبيقات. تمام يا جماعه؟ طبعا الكيو حيضل فيها باقي النودز، خلاص مش حنزورهم لانه خلاص اوريدي لقينا الهدف اللي بدنا اياه. طيب يا جماعه، طبعا كل خوارزميه حناخدها حنروح ندرس الاربع خصائص اللي احنا حكينا عنهم في الاول، الكومبليتنس، التايم كومبلكسيتي، سبيس كومبلكسيتي، والاوبتيماليتي. حكينا عن كومبليتنس، ايش يعني كومبليتنس؟ يعني اذا كان في سوليوشن هل حنلاقيه ولا مش حنلاقيه؟ طبعا هنا بقولنا بالنسبه للبريد فيرست حنلاقيه، لكن متى؟ اذا كان البي فاينايت. شو هو البي؟ حكينا قبل هيك البي هو عدد الافرع الموجودين في التري تبعتي، الشجره تبعتي. يعني افرض انه الافرع هذه لا نهائيه، مش فاينايت، انفينيت، انفينيت يعني مش نهائيه. يعني لو عندي هنا الفرع الاول دخلت عليه، بعدين حط فرع الفرع الثاني، الفرع الثالث، الرابع، الخامس، مش راضي تخلص معايا الافرع اصلا، مش قادر اروح ادخل تحت اصلا، يعني الحل لو انه موجود تحت مش حقدر اوصل تحت اساسا، لان الافرع عندي لا نهائيه. في هاي الحاله بتكون البريد فيرست انكمبليت، يعني غير مكتمله، مستحيل هيك نلاقي الحل. متى بنلاقي الحل؟ اذا كان البي فاينات، له نهايه معينه، وهيك بالعاده بيكون البي له نهايه معينه. طبعا التايم كومبلكسيتي طبعا المفروض انكم اخذتوا في الداتا ستراكشرز برضه، تركيب بيانات، طريقه حساب الكومبلكسيتي او التعقيد، او بنسميها يعني قديش بيستهلك وقت هاي الخوارزميه. لو لاحظت الخوارزميه هذه بتمشي بالعرض، فهي بالاول بتكون بتروح بتعمل على نقطه واحده، بعدين على عدد النقاط اللي هي عدد الافرع، بعدين عدد الافرع تربيع، عدد الافرع تكعيب، وهكذا. من وين جبتهم؟ هاي اول نقطه، هاي واحد، بعدين حيروح على هذه النقاط اللي هي البي. اول فرع حيكون عندي بس بي من النقاط. طب الفرع الثاني كم نقطه حيكونوا فيه؟ اللي هو بي اس 2، هذا على الاقل ممكن يكون هذا الفرع عنده ثلاثه تحته مش اثنين بس. طيب اللي بعده كمان الفرع هذا اس 3، لانه احنا بننزل هيك تمام، كل فرع بتضاعف عدد النودز عن النودز اللي قبليها، انه اكيد كل اب له مجموعه من الابناء، فهو هيك بضاعفهم قاعد زائد 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 لحد ما نوصل بي اس دي. بي اس دي حكينا دي هي العمق تمام، العمق اللي حنوصل فيه للسوليوشن، للحل. اذا ايش اقصى عمق انا بوصل له؟ بي اس دي زائد واحد. انتم عارفين طبعا ليش زائد واحد، لانه
احنا لما بنجمعهم زي هيك معناته احنا بناخذ العنصر اللي هو دي زائد واحد في النهاية، لأنه عندي هنا واحد. أنا مش حفوت في الرياضيات، تمام، مش حفوت في الإحصاء والأمور هذه والجبر. إحنا عندنا هنا بس بدنا نحفظ إنه التايم اللي بتستهلكه البريدث فيرست يساوي بي أس دي زائد واحد. مش كتير حتفرق يعني، لكن في بعض الأحيان تفرق لو كان الدي أصلا عالية كتير، فهي بي أس دي زائد واحد. طبعا من الواضح إنه دائما الدالة الأسية أو رقم أس رقم، تخيلوا الاثنين يكونوا كبار، الرقم هذا أس رقم كبير كمان، خاصة الأس لو كان كبير هيك إحنا حنفوت في وقت كبير جدا جدا جدا، تمام، حتستهلك لنا وقت كبير جدا. فهي طبعا من العيوب تبعت البريدث فيرست. السبيس كومبلكسيتي برضو، قديش الميموري المستهلكة عشان نخزن فيها اللي هو فضاء البحث تبعنا هذا، هتلاقوا انه هو قاعد ماشي. انتوا شفتوا كيف الكيو قاعده بتكبر بتكبر بتكبر، فاحنا فعلا محتاجين مساحه كبيره لتخزين كل التشيلدرن اللي احنا عمالين بنضيفها على الكيو عشان نزورها فيما بعد. قديش عدد التشيلدرن هذه برضه تطلع معانا بي اس دي بلس 1، لانه كل ما ننزل في مستوى بنضاعف التشيلدرن عن المستوى اللي قبله، فهيك بتاخذ معنا بي اس دي بلس 1. هيك هي برضه بتاخذ كميه كبيره جدا من الميموري. طيب هل هي اوبتيمال؟ ايش يعني اوبتيمال؟ هي مثاليه، يعني هل فعليا بتجيب لي افضل حل، افضل مسار لافضل الحل وين موجود؟ بقولنا يس. متى؟ فقط اذا كان الكوست او التكلفه لكل خطوه يساوي واحد. يعني اذا كانوا انا نازله في كل خطوه من هاي الخطوات اضافه الشيلدرن على كيو، بعدين اعمل دي كيو ان كيو ودي كيو، اذا كل خطوه بتكلفني حاجة بسيطة، يعني 1 كونستانت 1 فقط، يعني شيكل خلينا نقول الكوست تكلفة، فإذا هي في النهاية ما يعني مش حتكون التكلفة أو التكلفة اللي هي تكلفة إيجاد السوليوشن كبيرة جدا، بالتالي حتعطيني الحل الأمثل. أوكي يا جماعة، تعالوا نشوف لما أعطيني مثال للتايم. بقولنا افرض انه البرانشنج فاكتور عندي 10 افرع مش 2 زي هنا. لو عندك 10 افرع في التري الطبيعيه تبعتنا عندنا 10، والجول تبعنا كان موجود على العمق 12، اذا قديش الوقت المستهلك؟ 10 اس 12، صح ولا لا؟ 10 اس 12. طيب اذا كان بيحكي لنا كل خطوه اللي هي عفوا كل خطوه للبحث او كل خطوه للانتقال من برانش لبرانش او من نود لنود بتكلفني 0.001 سكند، يعني ولا حاجه، تمام. اذا قديش احنا محتاجين عشان نوصل للحل تبعنا؟ حيضرب هذه في 10 اس 12. لو حسبنا 10 اس 12 على الكالكوليتر هنلاقيها طلع معانا عدد كبير جدا جدا، حتى لو ضربناه في فتره زمنيه كتير قليله هيعطيني ايش؟ 31 سنة. متخيلين؟ اذا عشان ابحث انا بهذه الطريقة بالبريدث فيرست عن حل موجود عندنا على عمق 12 في 10 افرع، انا هيك محتاج عشان الاقيه ل 31 سنة. اوكي؟ برضه بالنسبة للميموري اللي محتاجها برضه هيحتاج تقريبا ل 1 تيرا بايت. فهي اكيد اكيد طلعنا هيك بنتيجة احنا انه هذه الطريقه نوت سوتبل، لا تناسب ابدا البحث في اللارج جرافس. ايش يعني لارج جرافس؟ اللي هي المخططات او الرسومات الكبيره اللي هي اللي فيها او بينتج منها اللارج تريز، لان احنا حكينا المره الماضيه اي جراف بيطلع منها تري، فبالتالي بينفعش يعني باي حال من الاحوال ابحث في التري يكون فيها اكثر من فرعين ثلاثه بالكثير بهاي الطريقة، طبعا انه حيكون عندي موضوع كارثي في البحث. هيك بنحكي احنا، مش انا اللي ببحث كمان، الالجوريثم يعني كمبيوترايزد. اوكي، حياخد 31 سنة واحنا بنستنى فيه هو يبحث. ماشي، هاي بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي البريدث فيرست سيرش. نيجي على الطريقة الثانية، ويعني معلش حندخل فيها عشان احنا يعني ننجز إن شاء الله. الطريقة الأولى سهلة، احنا حكينا عنها، يعني لو فهمناها هيك بالترتيب حتلاقوها سهلة. الآن الطريقة الثانية خلينا نقول شوية مشابهة للأولى، ولكن
في عندي كوست في الموضوع، عندي تكلفة. هنشوف كيف. هنا بحكي لنا الطريقة اسمها أو الخوارزمية يونيفورم كوست فيرست. يونيفورم تعرفين يونيفورم يعني منظم، إشي منظم، إشي مرتب نوعا ما، فهنا في ترتيب شوية في البحث. إيش الفكرة العامة تبعتها؟ اللي هي visits، بتم زيارة the next node اللي هي النود التالية which has the least total cost. إيش يعني least total cost؟ اللي هو التكلفة الكلية الأقل. ابتداء من وين؟ من الروت. يعني أنا هنا لما وأنا ببحث بكون حاطط عيني مش بس على إني أروح على الأفرع والأبناء تبعونها وخلص، لا، بكون حاطط في بالي كمان قديش كلفتني من الستارتنج نود أو من الروت لعند النقطة اللي أنا واقف عندها الآن. التكلفة ما أنا صرت أعرفها خلص كلفتني. أنا طلعت من غزة لمثلا للوسطى، الآن من الوسطى لمثلا لخان يونس، من خان يونس لرفح. الآن أنا مش عارف وأنا واقف في الوسطى، تمام، مش عارف قدام إيش هيكلفني، لكن عارف اللي قبل شو كلفني، تمام. لما طلعت من غزة لخان يونس أو للوسطى عارف أنا شو اللي كلفني، فهاي التكلفة بضل حطها في عين الاعتبار، تمام. وين التكلفة الأقل اللي كلفتني من قبل؟ هو النود اللي أنا بختارها بعد هيك، تمام، لعند ما ألاقي الجول ستيت. هتوضح معنا برضو بمثال. بحكي لنا إنه هي كتير مشابهة في طريقة عملها أو مبدأها للبريد فيرس اللي أخذناها قبل شوي اللي هي بالعرض، ولكن في عندي هنا تقييم مستمر evaluation للكوست. يعني بتكون عيني مش بس على البحث، كمان على الكوست الموجود عندي لأي نود أنا قادر أروح لها، الأبناء يعني. ما بختار الابن بناء على إنه first in first out وبس من الكيو باخده وخلاص، لا، بختار أي ابن اللي الكوست تبعته لحد الآن كلفتني أقل شيء. أوكي، الكوست هذه يا جماعة بسميها جي، هاد طبعا فانكشن حتمرينا كتير لقدام، دالة تقديرية بتقدر لنا الكوست للنود اللي احنا واقفين عندها الآن، اللي هي النود عشان أوصل. هو طبعا هنا شرح لنا إياها أو معرف لنا إياها إيش هي الجي أوف إن أو الباث كوست بسميه، يعني التكلفة بتاعت المسار، سم مجموع الانديفيدجوال، edge costs اللي هي التكلفات او مجموع التكاليف اللي كلفتني لحد الان الedge اللي هي الخطوط اللي بتوصل بين النودز to reach the current node، لحد ما وصلنا الكرنت نود. يعني ارجع شوي على المثال، الان انا عند النقطه هذه، اوكي، او خلينا تحت شويه عند النقطه هذه. الآن النقطة هذه أنا عارف كيف وصلتها، وصلتها من وين؟ وصلتها رحت على واحد، بعدين اثنين، بعدين رحنا على ثلاثة، صح؟ بعدين جينا على أربعة. إذا قديش كلفتني؟ كلفتني من واحد لاثنين لثلاثة لأربعة. كل النقاط هذه أو الحركات الأكشنز اللي أنا عملتها، انتقالي من واحد لاثنين إلها تكلفة، من اثنين لثلاثة إلها تكلفة، اللي هي طبعاً اثنين ثلاثة رجعنا زي هيك، من ثلاثة لأربعة إلها تكلفة. مجموع التكلفات هذه كلها على بعض هي اللي بسميها الجي الخاصة بالنود رقم أربعة. إذا الجي للنود هذه هي التكلفة ابتداء من starting node، أول نقطة في التري في الشجرة، وصولا لعند النقطة اللي احنا فيها الآن الكرنت نود. أوكي، نيجي نشوف مثال. هنا زي ما انتم شايفين في عندي تري، التري هذه في ستارتنج نود اسمها S، وعندي نقاط A B C D E، وهنا F G H. بالعادة الجي يا جماعة برمزولها للجول. إذا الجول عندي وين موجود؟ هنا. لاحظ إنه في عندي طبعا تكلفات أو تكاليف موجودة عندي على كل إدج أو على كل خط من هذه الخطوط. هذا الكلام طبعا موجود عندي مسبقا، اللي هي الكوست الموجود عندي هنا على الخطوط الموجوده هان، تمام. طبعا انا كيف بعرفها؟ حكينا انه انا اوريدي بعرف من الكوست اللي قبل. انا لما انتقلت من اس ل A صرت عارف انه انا دفعت خمسه، من اس ل B صرت عارف دفعت اثنين، وهكذا. طيب
في البداية زي ما انت شايفين طبعا المبدأ اللي هنمشي عليه هنا اسمه priority queue. ايش يعني priority queue؟ في كيو وفي priority queue. الكيو العادية اللي خدناها قبل شوية اللي هي بتشتغل first in first out، هنا برضو كيو طابور بيشتغل first in first out، ولكن على البريوريتي، على الأولوية. يعني لما يجي يختار نقطة من الكيو يطلعها من الكيو عشان يزورها، ما بيطلع أول نقطة دخلت هي أول نقطة تطلع وخلص، لا، بيطلع النقطة ذات الأولوية. شو الأولوية عندنا هنا في هاي الحالة؟ اللي هي صاحبة أقل كوست، أقل تكلفة، هذه بشكل عام وحنشوفها الآن. الآن إحنا وين موجودين؟ موجودين الآن هاي الكيو، طبعا حيوضح لي هنا كل نقطة والكيو إحنا كيف هنضيف عليها والنقاط اللي بنطلعها من الكيو. الآن النودز ليست اللي هي الكيو تبعتنا، الكيو تبعتنا الآن إيش فيها؟ فيها بس الاس ستارتنج نود، تمام؟ إيش الإكسباند نود؟ يعني شو النودز اللي أنا الآن قادر أروح أعمل لهم إكسباند، تمام؟ طلعوا معايا، هيو لونهم، لون الإدج زيهم إيش؟ بالأحمر، يعني أنا الآن قادر أضيف أو أشوف الـ A والـ B والـ C اللي هم الأبناء تبعونها بالضبط زي البريد اللي عملناها فيها. فوين ضافهم هدول؟ هاي ضافهم هنا طبعاً، في هنا رقم 0 هحكي لكم عنه الآن. الآن ضاف مين؟ ضاف الـ A هيها والـ B والـ C، تمام؟ لكن كيف رتبهم؟ رتبهم B بعدين C بعدين A. ليش؟ لأنه رتبهم بناء على التكلفة، أوكي؟ مين صاحبة أقل تكلفة؟ البي، إذا حط البي بالأول، بعدين حط السي، بعدين حط الاي، أوكي يا جماعة؟ لو إحنا ماشيين بالبريدز فيرست الأولى اللي أخذناها قبل شوية، حتكون A بعدين B بعدين C، ملوش دخل بالتكلفة، حيرتبهم بدون ما ياخذ بعين الاعتبار التكاليف الموجودة هنا، أوكي؟ طيب الآن هو طبعاً في الكرنت نود اللي هي لونها أحمر هذه، الآن هو في الإس، أوكي؟ الإس هل هي الجول؟ سألها هل أنت الجول؟ قالت له لا، راح ضاف مين؟ ضاف التشيلدرن تبعونها ولكن بترتيب معين حسب اللي هي التكلفة، لأنه شايفها الآن، هو شايف الآن شو بتكلفه كل واحدة من هدول فقط، مش شايف التكلفة اللي بعد، شايف بس التكليف الموجودين هنا، فرتبهم بناءً على التكلفة الموجودة وأخذ قرار إنه الإس مش الجول. راح ضاف مين؟ الثلاثة هدول، صارت الكيو تبعتنا فيها الثلاثة. في الأول الكيو كان فيها مين بس؟ الإس، الإس كم التكلفة بتاعتها يا جماعة؟ ملاحظين أنتو؟ حاطط مع كل نقطة التكلفة بتاعتها، هي البي، البي حاطط نقطتين فوق بعض وحاطط جنبها التكلفة بتاعتها، البي 2، السي 4، الإي 5، الإس ليش حط 0؟ لأنه أساساً أنا موجود وين؟ في النقطة S، هي نقطة البداية، إيش حتكلفني إني أروح على نفس النقطة؟ ولا حاجة، عشان هيك حتكون زيرو. أوكي، الخطوة اللي بعديها، الآن لو إحنا في البريدز فيرست العادية حنختار مين؟ الـ A، هي اللي حروح أزورها لأنه هي أول نقطة دخلناها في الكيو، لكن بناءً على الكيو تبعتنا هذه أو على الفانكشن الخوارزمية تبعتنا هذه، حنختار مين في الكيو الآن؟ مين أول واحدة الآن حسب الترتيب؟ هي البي اللي هي صاحبة أقل كوست موجود، فحيروح يزور مين فعليا الآن؟ حيزور البي، لاحظتوا؟ حيزور البي. الآن البي تمت زيارتها وحيسألها هل أنت جول؟ حتقول له لا أنا مش الجول، حيروح يضيف إيش؟ للتشيلدرن تبعوتها. مين التشيلدرن تبعت البي؟ ملهاش غير ابن واحد اللي هو اسمه جي. طيب الجي كم تكلفته؟ غلط نقول 6، احنا قلنا التكلفة اللي هي الجي الفانكشن جي، يعني التكلفة لأي نود هي عبارة عن التكلفة الكلية ابتداء من أول نقطة وصولا للنقطة اللي احنا عاملين بنحسب التكلفة بتاعتها حاليا. أنا الآن بحسب التكلفة بتاعت هاي النقطة، طبعا احنا مش شايفين إنها جول، لسه ما زرناها، مش شايفين إنها جول، احنا لسه في الأب بتاعها اللي هي البي، أوكي. ايش التكلفة تبعتها حتكون؟ اللي هي 2 زائد 6. انا كيف وصلت لها؟ وصلت لها عن طريق النقطة هذه 2 زائد 6،
فحضيف الجي على الكيو على الطابور تبعنا بالتكلفة تاعتها اللي هي 2 زائد 6 يعني 8. اوكي يا جماعة، مهم جدا هاي النقطة، ضفناها. الآن طبعا لما بنضيف بنرجع بنرتب الكيو ترتيب صحيح، لازم تكون التكلفة الأقل في الأول. السي كم تكلفتها؟ 4، الاي 5، والجي اللي ضفناها الآن 8. لو الجي يا جماعة تخيلوا تكلفة الجي مثلا طلعت معانا 3، كلها على بعض طلعت معانا 3، إذا وين هحطها؟ هحطها في الأول. أوكي، لازم دايما صاحب أقل تكلفة ينحط في الأول. ضفنا الجي طلعت معنا الجي 8، فالجي حتروح وين؟ أكيد على آخر الكيو لأنها صاحبة أكبر تكلفة. الخطوة اللي وراها حزور مين الآن؟ يفترض حسب الكيو نروح نزور السي. أوكي؟ ما حدش يقول على الجي لأنها الجول، لا، الجي في هاي الحالة هي صاحبة أكبر تكلفة، فمش حنروح نزورها، حنروح نزور مين؟ السي. تمام؟ إذا حيروح على السي وحيسألها نفس السؤال، هل أنت جول؟ حتقول لا أنا مش جول، حضيف الأبناء تبعونها. الآن مين الأبناء تبعونها؟ هو الإف. الإف شو التكلفة تاعتها؟ ابتداء من أول نقطة اللي هي إيش؟ 4 زائد 2. 4 زائد 2 اللي هي كم؟ 6. ما دام 4 زائد 2 تساوي 6، إذا وين حنضيف الإف الآن اللي هي الإبن بتاع السي؟ وين حضيفه؟ حضيفه هنا بالنص لأنه الجي كانت 8 اللي قبل. فطبعا بنضيف وبنرتب، بنضيف وبنرجع بنرتب، لأنه هي ماشية زي ما حكينا على بريورتي كيو، يعني طابور ماشي حسب التكلفة، حسب الأولوية. أوكي، الآن برضه 5 6 8 التكلفة عندنا. الدور الآن على مين؟ على الاي. إذا حيروح الآن يزور الاي، حيسأل الاي هل أنت الجول؟ حيقولي لا، حيضيف الأبناء تبعونه اللي هم مين؟ الدي والإي، وكل واحد فيهم حيضيف معاه التكلفة الخاصة فيه. فمثلا الإي إيش تكلفتها؟ 5 زائد 4 9. الدي إيش تكلفتها؟ 5 زائد 9 بتطلع معانا 14. فإذا حسب الترتيب وحسب الأبناء اللي أو العناصر اللي كانت أصلا في الكيو من أول، حيصير الترتيب إيش؟ الإف تكلفتها 6، الجي 8، الإي 9، والدي 14. طبعا هي بالصدفة إجت معنا هدول أكبر من اللي قبلهم، زي ما حكينا لو كان أصغر بنروح نحطه في المكان المناسب، يا في الأول يا حسب ترتيبه، برتب ترتيب تصاعدي للتكلفات داخل الكيو. طيب الآن الدور على مين؟ بناء على الكيو تبعتنا الآن الدور على الإف. ملاحظين؟ هنروح على الإف الآن هنا، حنروح على الإف. الإف هنا الدور عليها في الزيارة، حيسألها هل أنت الجول؟ حتقول له لا. حيضيف الأبناء تبعونها، مين الإبن تبعها؟ الجي. طب الجي ضفناه قبل هيك؟ ضفناه قبل هيك، لكن ما زرناه قبل هيك، ما دخلنا جواته وسألناه أنت جول ولا لا. لاحظوا عشان ما حدش يقول تضيفيه كمان مرة، حضيفه كمان مرة. تمام؟ ليش؟ لأنه أصلا هو لم يتم زيارته قبل هيك، هو فقط أضيف قبل هيك، أضيف بتكلفة معينة. الآن صح أنا حضيفه، لكن حضيفه بتكلفة جديدة اللي هي إيش تكلفته الآن؟ 4 زائد 2 زائد 1. إحنا قبل هيك كيف ضفنا؟ 2 زائد 6. الآن هو جاييني من طريق تاني اللي هو 4 زائد 2 زائد 1. 4 مع 2 مع 1 بيطلعوا معنا قديش؟ 7. فبيطلع هو الآن إيش؟ بيطلع لازم أحطه في أول الكيو لأنه تكلفته هنا 7. صح في عندي جي وجي، ولكن مين تكلفته أقل؟ اللي هو اللي أنتم عارفين كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن مش كل الطرق زي بعض نفس التكلفة. أوكي، الآن الدور على مين حسب الكيو؟ الدور على الجي اللي هي تكلفتها 7. مين الجي تكلفتها 7؟ اللي هي جياني من هنا، هيها هذه هي الجيل تكلفتها 7 اللي هي جياني من هنا. تمام؟ مش الجيل جياني من هنا تكلفتها 8، مع انه بس هنا خطوتين لكن تكلفتها اكبر من لو مشينا بالطريق هذه. فحاجه هنا على الجي هي اللي حروح ازورها، حروح اسالها هل انت الجول؟ حتقول لي انا الجول. تمام؟ هيك احنا حنوقف بحث. طيب وقفنا بحث ولقينا الجول، ايش حجاوب؟ ايش حيكون الان الريزلت تبعتي؟ حقول ان لقيت الجول،
وين لقيت الجول؟ لقيته من اس لبي لجي، ولا من اس لسي لاف لجي؟ هاي السؤال الان لازم اعطيه انا ايش؟ لازم اعطيه السوليوشن. اذا تتذكر السوليوشن هو عباره عن مسار الحل تبعي، مسار الحل اللي انا مشيت فيه فعليا. وين المسار حيكون؟ طبعا احنا على اي جي وصلنا؟ وصلنا على الجي اللي هي اس سي اف جي. وفعلا زي ما انتم شايفين هاي لونهم بالاخضر، هاي الباث تبعنا اللي هو اس سي اف جي. اذا السوليوشن تبعنا هو هذا السوليوشن، تمام؟ هيو هيك الحل بيكون. وقديش كلفني؟ كلفني 4 زائد 2 زائد 1، يعني كلفني 7. هاي هي طريقة الحل بطريقة اليونيفورم كوست سيرتش. برضو في عنده كيو زي ما حكينا بضيف فيها، ولكن بيرتب بشكل مستمر حسب تكلفة المسار اللي هو ماشي فيه، ابتداء من النقطة اللي هي ستارتنج نود لعند النقطة اللي احنا عمالين بنشتغل عليها اللي هي نقطة الأبناء. إن شاء الله يكون واضح، أتمنى يكون واضح تماماً الطريقتين والفرق بيناتهم. آخر حاجة هنختم فيها إن شاء الله اللي هي شغلتين. أول شيء هنحكي عن الخصائص تبعت اليونيفورم كوست، وحنحكي عن مقارنة بسيطة بين التنتين. بالنسبة للكمبليتنس واضح إنه يس نفس طريقة البريدث فيرست، نفس الخاصية بتاعت البريدث فيرست. إذا كان البي اللي هي عدد الأفرع هذه منتهي فاينايت، يعني في عدد معين لإله، فإذا حنلاقي الحل بتصير كومبليت، غير هيك لا هتكون انكمبليت. طيب شو بالنسبة للتايم؟ التايم يا جماعة برضو حتكلفني كتير، وأكثر بكتير من بي أس دي كمان، يعني أكثر بكتير كمان من مين؟ من البريدث فيرست. ليش؟ لأن زي ما أنتم شايفين أحياناً إحنا بنمشي، كنا نمشي في مسار معين، وأروح حسب الكيو تبعتي أروح أمشي على مسار تاني وأضيف الأبناء تبعونه، والابن قد يضاف أكثر من مرة، تمام؟ ونشوف الكوست تبعه وهكذا، فبنلاقي إنه التايم ممكن يكلفني، إنه في دورانات في الموضوع هيكلفني أكثر بكثير من بي أس دي، تمام؟ الكومبلكسيتي برضه السبيس نفس الشغلة، زي ما أنتم شايفين كنا نضيف 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 على الكيو، شوفوا كم مرة كنا نضيف، وحتى الجي ضفناها مرتين زي ما حكينا، وقد يصير الموضوع هذا مع أبناء تانيين. فبالتالي السبيس زي ما انتم شايفين بتكلفني برضو اكثر من البي اس دي، يعني اكثر كمان من البريد. اوبتيمال يس، الكويس فيها انه بتعطيني الحل الامثل في النهايه، يعني قد ما تاخذ مني وقت قد ما تاخذ مني سبيس في الاخر بتعطيني الحل الامثل، يعني مش الحل هذا كان ممكن في البريد نلاقي الحل هذا وخلص ونوقف، لكن هذه لا، جابت لي الحل ذو الكوست الأقل، ذو التكلفة الأقل يعني، فهذا هو الحل الأمثل. إذا يس بتعطيني الحل الأمثل. طيب مقارنة بسيطة بين التنتين، بين البريد فيرست وبين اليونيفورم كوست. طبعا هنا بحكي لي إنه البريد فيرست اللي هي الأولانية هي عبارة عن حالة خاصة من يونيفورم كوست، من الثانية. تخيلوا الأولى هي حالة خاصة من الثانية، ولكن في البريد كوست عفوا بريد فيرست اللي هي الاولانيه بيعتبر انه كل التكلفات واحده كلهم زي بعض. ارجع ثاني على الخوارزميه الاولانيه، هنا كان بيمشي زي ما انتم فاكرين، كان بيمشي زي هيك، بيمشي زي هيك، تمام؟ بيعتبر انه كل الادجز هذول او كل الخطوط هذول الكوست تبعتهم واحده كلهم زي بعض، لذلك كان يمشي فيهم ايش بالترتيب، انه كانوا كلهم يترتبوا في الكيو بدون اي تكلفه، انه كلهم زي بعض. فاذا هذه البريد فيرست ما هي الا عباره عن حاله خاصه من اليونيفورم كوست، ولكن البريد فيها الكوست كلهم زي بعض، كلهم موحدين، كلهم يعني واحد واحد واحد، ولكن في اليونيفورم تختلف عندنا التكلفات على كل خطوه، عشان هيك اختلفت طبعا اليه العمل. البريد فيرست اللي هي الأولى دائما بتعمل expanding للشالوست نود. إيش يعني الشالوست نود؟ للنودز اللي مبينة قدامي اللي هي الشيلدرن اللي أمامنا، هي اللي بنعمل لها expanding دائما، توسيع، يعني هي اللي بنروح نعملها زيارة، اللي هي النود اللي بنختارها من الكيو، تمام؟ بينما في اليونيفورم كوست لا، هي بتاخد بعين الاعتبار الأوفر أول باث كوست، يعني بتاخد كمان موضوع
الكوست الكلية، نفس الكلام اللي حكيناه. طبعا لازم تكون الكوست نون زيرو بوزيتيف، تكونش بالماينس. لو كانت بالماينس مش هنعرف نقارن الكوست، مش هنجيب الاوبتيمال الحل الامثل. لازم يكون الكوست عندي بوزيتيف عشان نقدر فعلا نقرر انه ايش افضل مسار نمشي فيه. مشكلتها هنا اللي هي اليونيفورم يا جماعه، انه هي ممكن ستاك داون. ايش يعني ستاك داون؟ تعلق، ممكن تعلق. تعلق وين؟ في التريز اللي بيكون فيها شورت برانشز. ايش يعني شورت برانشز؟ نرجع هيك شويه هنا. لو كان في عندي هنا برانش، خلينا نقول شورت يعني قصير، يعني بيكون قصير والكوست تبعته كثير قليله، وجيت مشيت فيه وما لقيتش الجول. افرضوا هذا مش الجول، ما لقيتش الجول، بعد شويه رجعنا لقينا انه هذه بتوصلني لنفس البرانش، لنفس الفرع، ولقيت انه الكوست لا الاولاني هو الاقل، بروح ثاني عن طريق البرانش الاول. اذا حلاقي حالي ايش؟ بلف وبدور على نفس البرانش، على نفس الفرع. ليش؟ لانه هو بتميز بالكوست الاقل، باقل تكلفه، لكن في النهايه مش 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 قابل يوصلني للجول. لكن بناء على الفانكشن تبعتي او الخوارزميه تبعتي هي بتوديني عليه، لانه هي مبداها انه دائما بروح على الكوست الاقل. فممكن تعلق في بعض الافرع اللي بتكون ايش؟ الكوست تبعها كثير قليل ولكن فيش فيه جول، بتضلها رايحه جايه عليه. طبعا طبعا التنتين هنا بحكي على التنتين، سواء البريث فيرست او اليونيفورم كوست، التنتين كومبليت دائما بيلاقوا لنا الحل، لكن لما يكون طبعا مش كتير كبيره التري تبعتنا. لازم يكون في عندي فاينايت نمبر زي ما حكينا من البرانشز، ولازم يكون طبعا بوزيتيف، اللي هي الكوست يكون بوزيتيف مش نيجاتيف. تمام يا جماعه، هاي بالنسبه لمقارنه سريعه بين النوعين من الخوارزميات اللي اخذناهم لحد الان. باذن الله المحاضره القادمه بنبدا في النوع الثالث من الخوارزميات، برضه احنا لازمنا في الان انفورمد، هنشوف النوع الثالث او خوارزميه ثالثه اللي هي الديبث فيرست، تبحث في العمق وليس بطريقه اللي هي البرانشز.